صباح الفل يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. من حوالي سنة كده انا عملت لكم فيديو عن ازاي تتعاملي مع شعر بنتك الكيرلي، لان غالبا التعامل بيكون صعب في الفترة دي، ويكون كثيف، بيكون صعب التسليك. فانا قلت لكم على طريقة التعامل وهفكركم بيها تاني في اخر الفيديو، عشان عارفة ان في ناس بتكسل تروح اليوتيوب. بس انا ساعتها في الفيديو ده كنت قعدت اعمل لكم زي احمد شبيرو، اقول لكم ليه واحده الاقيها داخله ببنوته عندها 4 5 سنين بتقول الكوافير انا عايزه اعمل لها شعرها بروتين. انا عرفت ليه بقى، فجيت اقول لكم 4 5 سنين ده سن الحضانه، يعني بيدخلوا بقى لاول مره بيتعاملوا مع الاطفال، بيبدا بقى المجتمع اللطيف الظريف بقى والتعامل والكلام ده. الاطفال بيبداوا بقى يستغربوا الشكل، ماما قايله لي في البيت ان الشعر يا اما يكون بالشكل الفلاني يا اما يكون صاحبه، مش ولا بد يعني لازم نكون مسرحين شعرنا بالطريقه الفلانيه. فهم الاطفال بيستغربوا ان في ناس متصالحه مع الفكره دي. بس هل تعلمي عزيزتي الام اللي قاعده في البيت ان احنا اصلا مصر دوله افريقيه، يعني احنا جغرافيا بنقع في قاره افريقيا، احنا عندنا جينات سائده يا جماعه، وجينات متنحيه ربنا هو اللي خلقنا بيها. احنا جيناتنا دي ربنا خصنا بان احنا شعرنا مجعد او على الاقل مموج، اوكي؟ بعد ما بتغسلي شعرك بتلفيه طاقيه او دوامه على راي الاسكندرانيه فيتفرد، ده تدخل منك، لكن انت اصلا شعرك فيه كسره، دي طبيعه الخلقه بتاعتنا في المنطقه دي. عينينا غامقه، بشرتنا مش بيضه، دي يا جماعه شكلنا. فانا بصراحه بستغرب جدا من الناس اللي صدقت الكذبه لدرجه ان هي تتريق على غيرها بس لمجرد ان هو قرر يتصالح مع الطبيعي اللي هو مخلوق عليه. هم في الامارات هنا بقى لهم فتره بيحتفلوا بالعيد الوطني، فهم على جروب الماميز قالوا ايه نستشور شعر البنات. اوكي، نستشور شعر البنات يعني على سبيل التغيير خدت ايما ورحنا للكوافير علشان استشور لها شعرها. اول ما دخلت بقى هم اتلموا عليا وقعدوا يقولوا قد ايه شعرها جميل وقد ايه شكلها جميل، وان هم بيحبوا الشعر الكيرلي قوي على الاطفال، وفجاه كلهم بداوا يقنعوني ان انا اعمل لها بروتين. فانا حسيت بايرور، يعني طب انتوا مش كنتوا لسه بتقولوا شكلها حلو؟ قالوا لي اه بس بذمتك مش صعب عليكي في التسريح، مش الموضوع صعب عليكي، علشان هي لسه صغيره حرام عشان تبقى عامله زي اصحابها وكده. فانا قلت لهم اوكي بس مش لدرجه احط لهم ماده كيميائيه، احط لها ماده كيميائيه على شعرها في السن ده. فالكبيره بتاعتهم بقى قالت لي لا والله ده انا عندي ماده مخصصه للبروتين، ده انا عندي ماده مخصصه للاطفال عملتها لبنت اختي، وسبحان الله مره على مره الشعر بيطلع مفرود. فانا قلت لها ازاي حضرتك الشعر بيطلع مفرود، يعني غيرتي طبيعه البصيله ازاي؟ قالت لا انا ما جيتش جنب طبيعه الشعر ولا البصيله ولا حاجه، بس هي سبحان الله حاجه من عند ربنا كده. طبعا كان في ناس قاعدين ما رضيتش اقول ما فيش اي تفسير يا جماعه لان شعر الكيرلي يطلع مفرود غير ان الشعرات اتحرقت، عشان انا بسمع الكلمه دي كتير، من كتر ما تعملي استشوار هيطلع مفرود، من كتر ما تعملي بروتين هيطلع مفرود، ده كده اتحرق. يعني انتوا سمعتوا عن الهيت دامج او التدمير بالحراره؟ لما الناس تعمل شعرها بيبي ليز او حراره كتير فتره طويله شعرهم ما يعرفش يموج تاني، خلاص كده مات، ده كده الشعر اتحرق، تمام؟ فطبعا انا ايه كان في ناس قاعدين فما رضيتش ان انا ايه اروح لهم في مكان اكل عيشهم اقول المحاضره دي، لما لقوا ان مفيش فايده في موضوع البروتين ده. قالوا لي ان احنا هنخففه لها بالمقص عشان يكون اسهل لك في التسليك والتسريح. يعني ايه هتخففه لها بالمقص ازاي؟ هم عندهم مقص كده مخصوص، لو نفترض ان ده المقص هو مفتوح من الناحيتين مش ستريت زي المقص العادي فمحدش يحاول يجربها في البيت. لو نفترض ان دي خصله الشعر، هم بيجيبوا المقص بيقصوه من ناحيتين كده كده وبعدين يسرحوا بالفرشه، فنص الخصله تقريبا ينزل، فالشعر كثافته بتقل كتير قوي. انتوا عارفين طبيعه الشعر المجعد عند الاطفال غالبا بيكون كثيف وفعلا تسليكه بيكون مش سهل. يعني هي مشكلته ان قالت لي مشكلته ان انت هتضطري تجري للكوافير كل حوالي 4 5 شهور كده عشان الشعر بقى اللي احنا قصيناه ده بيطول، فيبقى شكله مقصف وشكله كده لا يحتمل. فانا والله يعني وافقت على الحل ده لان هو في الاول وفي الاخر مقص مش هيأذي شعرها، ولو طلع المنظر ده وانا مش عايزه ان انا اعيد التجربه واروح خلاص، ممكن باستخدام شويه كريمات تقيله تنيم الشعر، نفضل منيمينه لحد ما يطول والمشكله تتحل. فانا وافقت، وانا تجربتي معاها كويسه لحد دلوقتي، بس انا مش عايزه اعمل ريفيو كامل عن الحركه دي يعني بصراحه قبل ما امر بمرحله ان الشعر بيقف واشوف اعرف اتعامل معاه فعلا ولا لا. بس انا فعلا لاحظت في التسليك ان هو بقى اسهل. بس انا ما اخبيش عليكم يا بنات بصراحه انا قلقت ودماغي لفت، اصل انا اقدر اربي بنتي لكن هربي باقي المجتمع ازاي؟ يعني خفت احسن انا اكون عشان انا مقتنعه بفكره ما عايزه بنتي تخوض الحرب معايا وهي لسه اصغر بكتير من ان هي تقعد ترد على كل اللي بينتقدها في الحضانه وفي المدرسه وفي الثانوي.
والله انا فكرت ان انا فعلا ممكن اكون ظلماها، فروحت بقى كلمت مع رنا بدوي صاحبة صفحة يوميات العيال وامهم، هي عندها خبرة اكبر مني في التربية، فحبيت اتاكد منها هل انا صح فعلا ولا البنت هتخوض حرب ملهاش لازمة ومش وقتها. قالت لي لا انت صح، لان انت لو انت جيتي ترضخي لاول ضغط هتقابله بنتك وتعملي لها شعرها بمواد كيماويه عشان ترضي اللي حواليها، هتيجي بعد كده هيتلموا عليها في مناخيرها، هيتلموا عليها في شكل جسمها، مش هتخلصي، هتعملي ايه ساعتها؟ هي خلاص بدات تتعامل مع المجتمع، علميها ان هي ترد، علميها ان هي توقف كل واحد عند حد، وده اسهل وده هينفعها على المدى البعيد اكتر. ما هو انا بنتي مثلا كانوا بيقولوا لها رسمك وحش رسمك وحش، انا قلت لها تقول لهم مش مطلوب مني اني اكون بيكاسو، طبعا انا مش عارف ان انا احفظ لإيما كلمات صعبه زي دي دلوقتي، بس عجبني المنطق وتاكدت ان انا صح. فانا بس عايزاكم تجمدوا شويه، لان انا لو كنت غلطت الغلطه الفظيعه دي ورحت رضخت وعملت شعر بنتي، كان لو في بنت تانية في الكلاس بتاعها او الفصل بتاعها لسه زي ما هي ومامتها ما عملتش الجريمه دي، هتحس ان هي لوحدها اكتر ومامتها هتحس بضغط اكبر. فانا ما كنتش هاذي بنتي، بس انا كنت هاذي بقيه اللي كانوا صح اصلا. فعايزاكم بس تخلوا بالكم من النقطة دي. أنا قلت لكم إن أنا هقول لكم في آخر الفيديو عن ملخص الفيديو اللي عملته قبل كده عن إزاي تتعاملي مع شعر بنتك الكيرلي. الشعر الكيرلي يا جماعة معلومة ما بيتسرحش وهو ناشف، ما تجربيش تسرحي شعر حد كيرلي وهو ناشف، لأن أنتوا عارفين منظر اتش دبور، عارفين ده بيوصلوا له إزاي يخلوا الشعر ينشف وهو كيرلي وبعدين يسرحوه بفرشة فيتعمل كده. هو بيحب يكون في جماعات في خصل، طب تسرحيه إزاي وإمتى؟ وهي بتستحمى تلعب في المية بعد ما بتغسلي لها شعرها بالشامبو، يعني مرة كل أسبوعين 10 أيام، ما تكتريش عشان ده بينشف الشعر ودي آخر حاجة محتاجينها يعني في طبيعة الشعر. بتحط لها البلسم وبتبدأي ان انت تفككي التشابك بإيديكي بالراحة، اوكي بتفككي التشابك الأول بإيديكي بالراحة وبعدين بيبقى بصوابع إيديكي لحد ما توصلي لمرحلة انك بتخرجي ايدك بتدخلي ايدك في شعرها وتخرجيه من غير ما حاجة تعيق العملية دي، يعني تسلكيه بالطريقة دي. الاول ما تبدأي تحسي ان هو خلاص يتسلك بصوابعك بتشطفي البلسم، اللي طبعا انت ما جيتيش جنب فروة الراس وانت بتحطيه، البلسم بتحط على الشعر نفسه. بعد ما بتشطفي الشعر بتتأكدي ان هو لسه متسلك وتمام، فوطة بقى تكون قطنة او مايكرو فايبر وتنشفي شعرها كده بالراحة وخلاص كده تمت العملية بنجاح. بعد ما هي ما بتخرج بقى انت خليكي محضرة جل بذر الكتان، لطيف جدا جدا للأطفال، ما فيهوش طبعا أي مواد كيماوية ولا حاجة، بيخليه يلمع وطري وسهل التسريح يعني بعدين. الجل ده بيتعمل ازاي؟ فنجان من بذور الكتان، ده هتلاقيه عند العطار رخيص جدا، يا يعني اما هتلاقيه معبأ في السوبر ماركت او الهايبر ماركت والكلام ده. هتضيفي عليه حوالي 6 فناجين مية وتقفي قدامهم، ما تروحيش في حتة، اغليهم حوالي 5 دقايق وبعدين اطفي عليه وسيبيه يهدى دقيقة علشان بذور تنزل تحت ويكون تصفيته أسهل بالصفاية العادية دي. بشوف ناس بتصفي بشربات، يعني الموضوع مش مستاهل، الصفاية العادية دي بعد ما تسيبيه دقيقة أصلا معظم البذور بتكون نزلت في القاع. بس خلاص كده بذر الكتان خلص. بس أنا كنت بحط عليه زيوت عطرية نقطتين من زيت اللافندر أو زيت الياسمين، اي زيت عطر انت بتحبي ريحته ممكن تحطي عليه نقطتين، يا اما لو ما عندكيش ممكن تغلي معاه عود قرفه بيخلي ريحته احسن كتير. عرفت مؤخرا بقى ان في ناس بتحطه في قالب سيليكون بتاع التلج ده وتبقى تخرج مثلا مكعبين 3 تفكهم في الميكرويف قبل كل استخدام، لان هو بيبوظ بسرعه يعني اخر اسبوع في التلاجة، بس كمان عمايله سهله وهيفرق جدا في شعر بنتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير مع اصحابك. سلام.